في هذا الموقف وفي هذه اللحظة أن أنقل الكلمة لزميلي حمد بن ضبيب الشامسي. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا بحضراتكم، شكرا زميلي مطلق العنزي على التواصل في الشوط الماضي، كذلك شكرا محمد بن بريك المري في مواصلة التعليق ومتابعة هذه الأشواط الصباحية في هذا اليوم. على بركة الله حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء ينطلق ثالث الأشواط الصباحية في هذا اليوم لتسير تحديات هذه الأيام الأخيرة من هذا المهرجان الكبير لنهايتها، ولكنها بفرحة الجميع بانطلاقة وتحدي، وشكرا كذلك للجنة المنظمة العليا لهذا السباق هنا في ميدان التحدي. ينطلق شوطنا الثالث خاص بالحول في هذه الانطلاقة للفائز بالمركز الأول سيارة نيسان بترول ستيشن، بينما البقية حتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة. نسير مشاهدينا الكرام إلى مسار هذا الشوط وتبدأ تحديات والصراع نحو لقب هذه الانطلاقة. بالتوفيق إن شاء الله لكل المشاركين والساعين دائما والمجتهدين لانتزاع السيارات وانتزاع الناموس. مشاهدينا الأعزاء المركز الأول تتقدم من خلال الذيب في أول المنطلقين محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، يتقدم بمبارك ليحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك العنود متواجدة بالمركز الثاني، تعود الملكية لسعيد بن منانة بن غدير الاجتبي يحتل المركز الثاني، أما المركز الثالث تصل من خلال هنوف تعود ملكيته لراشد بن سعيد بن منانة، والمركز الرابع هذه اللي انضمت الان بهذه السرعه. هذه مشاهدينا الاعزاء اثير 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 راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير تتقدم اثير وتحتل ثاني المراكز هذه اللحظات في هذه اللحظه، بينما المركز الخامس ضمن هذه المجموعه الماسيه والنداء الاول شعار بن حموده، هذا الشعار الاقتصادي هنا ندى تتواجد في هذا الموقع. هنا علي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا مشاهدينا الكرام ندى من تحتل المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في ملتقى هذا الشوط، خمسة أسماء صالت وجالت في مستوى هذا الشوط، بينما البقية تتابع انطلاقته وتحديه. الكل هنا يسير مع الكبار مشاهدينا الأعزاء ليحتل صدارة وناموس هذا الشوط، بينما نعود إلى مقدمة الشوط وتسير أثير، تسير أثير عبر الأثير إلى المركز الأول، عبر الأثير هنا عبر قناة الريان الفضائية وكذلك القنوات الناقلة لهذا المهرجان ولهذه الانطلاقات مباشرة من قلب الحدث تأتي كذلك قناة دبي ريسينج لتضيف هذه الأحداث رونق آخر وتحدي آخر. أثير لراشد بن محمد بن راشد بن غدير يتقدم إلى أول مراكز مع أثير هذه صاحبة إنجازات، بينما المركز الثاني الذيبة متواجدة في المركز الثاني، الذيبة محمد بن خير بن عزيز الشريفي يتواجد كذلك في المركز الثاني، هنا راعي الإكس فايف يتواجد في هذا التحدي وهذه المناسبة وهذا المهرجان الكبير. أما المركز الثالث يصل شعار بن منانة يقدم لنا العنود وتعاند العنود، سعيد بن محمد او سعيد بن منانة يتواجد ليقدم كذلك لنا العنود في مستوى ومشاركة هذا الشوط مع شعار بن منانة، لكن المركز الثالث ندى تستجيب للندى وندى تتواجد تعود، او المركز الرابع هنا في هذه اللحظات العين متواجدة العين مشاهدينا الاعزاء مروان بن فري بن غانم مروان بن فري بن غانم بن حمودة الظاهري يتواجد ليقدم لنا العين، وسلامي على العين، سلامي على العين سلام. هناك تتواجد قادمة كذلك من مدينة العين في التحدي والمنافسة. أما المركز الخامس اللي انضمت الآن
ندى تتواجد علي بن حمودة بن علي أو علي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا ندى لتستجيب للندى مشاهدينا الكرام في المراكز الخمسة الأولى، المراكز الخمسة المتقدمة في شعاراتها وفي مشاركاتها الماضية وسجلاتها، أكيد بلا شك ستكون حافلة بالإنجازات الماضية، قادمة هنا للمشاركة في انتزاع لقب هذا الشوط في تسجيل الاسم بحروف ذهبية، بحروف ذهبية مثل ما راحت المسك وسجلت السيارة الخامسة لو في رصيدها في هذا الموسم وفي هذا العالم الساحر. بينما نسير لتعود المقدمة هناك ونسير إلى البداية، ما شاء الله دفع ذاتي وتلقائي والتنافس مثير بين الذيبة وبين أثير. الذيبة لا زالت متقدمة مشاهدين الكرام وتبغي الناموس والنسان بتجيبه. هذه الذيبة ياتي مشاهدين الأعزاء محمد بن خير بن عزيز الشريفي يتقدم في هذا المستوى الراقي في هذا المستوى الكبير. أما المركز الثاني فهنا أثير، فهنا أثير لتسجل علامة خطيرة. هنا أثير راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير تتواجد على المركز الثاني، تتواجد على المركز الثاني في هذه المشاركة. أما المركز الثالث ويأتي مع العنود، يأتي مع العنود سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي يقدم لنا العنود اللي بتعاند، اللي بتعاند الجميع وبتروح نحو ناموس هذا الشوط. نحن في بداية الثمانية كيلو مترات في بداية هذا النشاط الصباحي، النشاط المثير هنا من أرضية ميدان الشحانية، هذا الميدان المعروف دائما بالتحدي. أما المركز الرابع، المركز الرابع وصلت العين، وصلت العين، وصلت موجودة في صلب المنافسة وفي لحظات الناموس. يأتي مروان بن فري بن حمودة الظاهري يتقدم إلى المركز الرابع، إلى المركز الرابع. لا زالت الأمور أيها الحفل الكريم تسير في هدوء، تسير في هدوء مميز وهدوء أكيد يشير إلى أحداثيات وناموس هذا الشوط. ومن المؤكد أن سنشاهد هناك إثارة ونشاهد كذلك عيون تراقب هذا الشوط المثير. أربعة أسماء طارت حتى هذه اللحظات بالكادر الأول، طارت بالناموس الأول لتتواجد على قائمة هذا الشوط، تتواجد على قائمة الشوط ولائحة الشرف. أما المركز الخامس، المركز الخامس ندى ياتي علي بن غانم بن علي بن حموده الظاهري ليتواجد على المركز الخامس في هذه اللحظات. لكن البدايه، البدايه عوده من الخامس الى المركز الاول اللي بينه صار التنافس. البدايه، البدايه لا زالت العنود او الذيبه، الذيبه واثير، اثير والذيبه على المراكز الاول على صداره هذا الشوط. اذا مشاهدينا الكرام تسير هذه الثنتين معلنه عن حضورها ومشاركتها مع شعارات ملاكها في هذا المهرجان، مهرجان كبير بمستوى راقي بأداء مميز. لكن الذيبة لا زالت مسيطرة، الذيبة لا زالت مسيطرة. وياتي محمد بن مبارك بن خيرة الشريف يتقدم في هذا الملتقى، في هذا اللقاء، في هذا اللقاء الجميل واللقاء الشيق. لكن أثير، لكن أثير تحت رأسه شيء خطير، تحت رأسه شيء مثير. يا الجمري أشوف أثير راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير حاملة، حاملة كاس وحاملة شلفة، حاملة كاس وحاملة شلفة يا الشريفي. هذه متواجدة في الشوط، متواجدة في هذا الشوط. ياتي راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير يقدم لنا هذه الأثير، هذه الخطيرة مشاهدينا الكرام. بينما المركز الثالث، المركز الثالث العنود، العنود متواجدة وسعيد بن منانة الاجتبي يتواجد ليقدم العنود على المركز الثالث. فيما المركز الرابع تصل من خلاله العين، 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 والله يحفظها من العين. هذه العين تتواجد ويا ياتي مروان بن فري بن حمودة الظاهري ليقدم لنا العين. لا زالت الأربع مراكز أولى من دفعة، لا زالت الأربع مراكز أولى
بينما المركز الخامس هناك ماخذين مساحة كبيرة الأربع المراكز الأولى، وندى في المركز الخامس علي بن غانم بن علي بن حموده الظاهري يتواجد على المركز الخامس، بينما نحن مع الأربع نسير مشاهدين الكرام ونتبع هذه الأربع. الآن احتياطي لا زالت مع الذيبة، احتياطي الذيبة لا زالت تتقدم به في مستوى هذا الشوط، وياتي محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي يتصدر المجموعة مع الذيبة و1500 متر ولا زالت الذيبة على الشوط وتقوده، بينما المركز الثاني تحاول أثير راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير في المركز الثاني، المركز الثالث واصل العنود وواصل بن منانة، الله يا بن منانة سعيد بن منانة الاجتبي يتقدم نحو المركز الثالث بينما العين كذلك في هذا الأداء الراقي. هناك مروان بن علي بن حمودة مروان بن فري بن حمودة الظاهري يتقدم إلى المركز الرابع، لكن أشوف الذيبة تقدمت، الله يا الذيبة الذيبة السلام، الكيلو الأخير والذيبة طارت مشاهدينا الكرام. محمد بن خير بن عزيز الشريفي أبو مبارك يوكل جماعة واصلينك، ووصلت العنود وسعيد بن منانة تقدم مع العنود تقدمت العنود، السلام يا زعبيل ولا السلام يا مرغم، لكن زعبيل راحت مشاهدينا الكرام لتسجل من خلالها هذا الأداء الجميل. ها هي مشاهدينا الأعزاء العنود بدون أي توامر حتى اللحظة يا السلام يا بن منانة سعيد بن منانة الثبي لا زال يتقدم، ويلا يا الزرعي خميس بن سعيد الزرعي هو المتقدم، يا خميس مع الخبرة تقدمت مشاهدينا الكرام العنود لتقود هذا الشوط، تسجل علامة تاريخية وفارقة في هذا الشوط بدون أي تعليمات. سعيد بن منانة الاستبي تهانينا والناموس، واسعد الله صباحكم يا هالي زعبيل في إمارة دبي، ومشكور يا خميس يا الزرعي على هذا الأداء الجميل والأداء الراقي اللي قدمته العنود في هذا الشوط. المركز الثاني يثير راشد بن محمد بن راشد بن غدير، المركز الثالث تواجدت الذيبة محمد بن خير بن عزيز الشريفي، المركز الرابع هذه اللي وصلت بينونة أحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي، بينما الوثبة واصلة في المركز الرابع أو الخامس لأحمد بن عامر بن خلفان الهاملي. هكذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقة هذا الشوط، كانت التحديات مثيرة ولكن العنود عاندت الجميع، انتزعت المركز الأول في مستوى هذا الشوط وسجلت لنفسها حضور بانطلاقتها وتحديها في ملتقى ومستوى هذا الشوط الكبير. سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي 12 دقيقة 43 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية، التوقيت الأفضل حتى اللحظة في انطلاقات هذا الصباح، تانينا والناموس ومشكور يا خميس يا الزرعي. بينما المركز الثاني كان تأثير راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير حيث حلت المركز الثاني 12 دقيقة 44 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، تانينا والناموس لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث 12 دقيقة 45 ثانية جزئين من الثانية، بالفعل ما قصرت الذيبة كانت في بداية الشوط على المركز الأول، تراجعت ثالث المراكز، وتأنينا لمبارك محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي على هذا الأداء الجميل والأداء الرائع.